الى الوالي داير قرار، الوالي عنده البيجي وعنده ما ياكل وما يشرب، بصح هاد الناس هنا اللي راهم ما عندهمش ما ياكلوا ويشربوا، منين ياكلوا؟ درع السوق المرض راه ما كانش، رانا على العام وحنا نجوا من سيدي عيسى للسوق هنا ما لقاوش المرضى. يخص القرار الولائي اللي تم صدور تاعه يوم 8 أفريل 2015، والمتضمن مجموعه من الاجراءات، اللي الاجراء رقم واحد اللي هو تم قرار غلق كل اسواق المشي عبر تراب الولايه الى اشعار لاحق. من 11 بلديه مصابه، وبسبب ماذا؟ بسبب التنقل. حاولنا نحاصر المرض في البدايه على مستوى المناطق المصابه، ولكن للاسف عدم احترام بعض المربين القرارات المنع وخروج من البؤر المصابه خلى المرض ينتشر.